أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن لاليغا الدوري الأسباني ومجريات الدوري الإيطالي والدوري اللي فرض نفسه علينا الدوري السعودي. هنشوف إيه الأحداث اللي حصلت وأهم المباريات اللي اتلعبت لغاية دلوقتي في 3 جولات تقريبا اتلعبوا في كل دوري. تعالوا ناخد جولة سريعة عليهم وبعد كده نتكلم على ماتش ريال مدريد وسيلتا فيجو والمصيبة اللي ريال مدريد فيها، فمش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ. نبدأ الدوري الأسباني لاليغا مع أتلتيكو مدريد، واللي افتتح الدوري بفوز على غرناطة بنتيجة 3-1، ثم تعادل قدام ريال بيتيس 0-0، ومباراته الجاية قدام رايو فايكانو. طبعا أتلتيكو مدريد لما بيختفي 3-4 سنين بيرجع في سنة بيبقى شرس جدا مع دييجو سيميوني. أعتقد إن السنة دي ممكن دييجو سيميوني يعني يقدم حاجة غير المركز الثالث. أما برشلونة اللي بدأ تعادل معتدين عليه قدام ختافي نتيجة 0-0، ثم فوز على قادش بنتيجة 2-0، ومباراته الجاية مع فيا ريال. تشافي هرنانديز طبعا عنده يعني مشاكل مادية طبعا من أول الميركاتو، ما كانش عارف يجيب لعيبة، وبعد كده بدأت الدنيا تتحل شوية وفي كلام ان خلاص كانسيلو بيخلص. المفروض برضو ان تشافي هرنانديز عنده فرصة كبيرة ان هو يبدأ يتدارك نفسه ويبدأ يقوم الفرقة، وانا اثق في تشافي هرنانديز ان هو هيقدر يعمل كده، عشان الناحية التانية في مصيبة سودة، في مصيبة سودة والله العظيم. المهم بدأ ريال مدريد 3 مباريات حتى الآن، فاز على أتلتيكو بالباو 2-0، جود بيلينغهام ورودريجو، بعد كده الماريا 3-1، طبعا بيلينغهام برضو كان نجم المباراة وأحرز 2، وبعد كده مباراة امبارح المباراة كارثة بقى، مباراة سيلتا فيجو واللي هنتكلم عليها شوية باستفاضة. بدأت المباراة هدف في الدقيقة 3 لسيلتا فيجو، بعد كده الحكم بيلغيه بداعي ان كان في شدة الكيبا، وفعلا الشدة كانت موجودة. في الدقيقة 10 سبرنت وترقيصة كده، هجمة مرتدة حلوة جدا لفينيسيوس جونيور، ولكن بيحس بعدها بشد هوب. الدقيقة 15 بيخرج فينيسيوس جونيور من المباراة، علشان هجوم ريال مدريد يبقى مكون من خوليسو ورودريجو. خلينا نرجع للتشكيلة او نبدأ بالتشكيلة اللي بدأ بيها كارلو انشيلوتي. كيبا في حراسة المرمى، قدامه روديجيرد وألابا، على اليمين كارفخال، على الشمال كامافينجا، 4 في خط النص دايموند، جود بيلينغهام وتشاوميني وفالفيردي وجارسيا. طبعا كان 2 فراودة قدام رودريجو وفينيسيوس. ده كان الشكل التكتيكي اللي كان نازل بيه كارلو انشيلوتي مباراة سيلتا فيجو امبارح، ولكن هو كان داخل بمبدأ او مدي تعليمات للعيبة اللي يعرف يعمل حاجة يعملها. يعني شويه تشوف كامافينجا بيلعب باك ليفت، وبعد كده شويه تلاقيه بيلعب هو الوينج ليفت، وجارسيا ما بيعملش حاجه غير ان هو قاعد بيجري بس، رئتين كده موجودين في الملعب ما بتعملش اي حاجه مفيده، بيجري بس ال90 دقيقه. طبعا بخروج فينيسيوس جونيور كل حاجه هجوميه لريال مدريد ما بقتش موجوده، الملعب اتقلب يعني كوبي لريال مدريد، بقى الجزء القداماني ملوش اي تواجد، والجزء اللي ورا او جزء نص الملعب الى حد ما متماسك طبعا، لان ريال مدريد عندها في خط النص وفرة كبيرة جدا، الى حد ما عندها 2 مدافعين قلب دفاع كويسين اذا كان روديجيرد او ألابا، على اليمين كارفخال بمشي حاله ممكن شوية يلعب عليه فاسكيز، وعلى الشمال كامافينجا وهيرجع مندي وجارسيا موجود، ولكن قدام مفيش حد خالص. قدام يعني يا بيريز يعني هتكمل السيزون كده ولا هتعمل ايه؟ ما يعني جمهور ريال مدريد مش بعد ما كان عنده كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وارخين دي ماريا، يا باشا ما فيش دلوقتي خوسيلو ورودريجو كان ماسك الخلفيه كمان في اخر المباراه. فيعني الموضوع كارثة مأساة لريال مدريد. كان عنده مشكلة في حراسة المرمى وحلها بكيبا، ولكن قدام لازم 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 ريال مدريد، خلاص فاضل 3 أو 4 أيام على الميركاتو، لازم يحسم صفقة مهاجم سوبر، عشان ريال مدريد ما عندوش حد قدام، وهيبدأ يفقد نقاط كتير جدا جدا في الليجا لو محلش الكارثة دي.
في الدقيقة 68 ضربة جزاء لريال مدريد، والانفراجة الوحيدة اللي كان مستنيها انشيلوتي، لان بعد التغييرات حتى اللي هو عملها، كل اللي نزله توني كروس ولوكا مودريتج بيحاول يكسب المباراة بالخبرة، بفرق الخبرة، ولكن برضو محتاج المجهود البدني، محتاج لعيبة صغيرة، محتاج حد يخلص قدام الجون، يعني محتاج حاجات كتير جدا عشان تعرف تنافس على الليجا وشامبيونز ليج انت ريال مدريد. يعني في الدقيقة 68 ضربة جزاء بيخش بقى البطل المغوار طبعا للفرقة، لان هو الفرود الوحيد، فهو احرف واحد طبعا، رودريجو بيخش عشان يسدد ضربة الجزاء في وجود توني كروس ولوكا مودريج وبالينغهام وكارفخال وألابا، يعني انا ممكن اخلي كيبا يشوط ضربة الجزاء، بس ما تخشش انت يا رودريجو تشوط ضربة الجزاء في وجود توني كروس وفي وجود لوكا مودريج. طبعا ضيعها طبعا رودريجو في اختيارات غريبة جدا، لما يبقى عندك لعيب بحجم توني كروس ولوكا مودريج في الملعب وعندك ضربة جزاء ومش هيجيلك ضربات جزاء تاني ومش هيجيلك هجمات تاني والفرقة عقيمة هجوميا ومش قادرة تنافس حتى سلتا فيجو. سلتا فيجو ممكن كان اخطر شوية، يعني ممكن ريال مدريد كان ماسك كورة مستحوذ على الكورة، اسباس كلنا عارفين ما بينفجرش غير قدام برشلونة، ولكن يعني برضو كان ممكن سلتا فيجو يروح بهجمة مرتدة يخلص المباراة. انت ما عندكش حلول هجومية، انت ما عندكش شراسة هجومية، انت مش ريال مدريد الهجومي اللي احنا كلنا عارفينه، فلازم بيريز يتصرف لغاية اما الدقيقة 80 جت، وجود بيلينغهام طبعا الصفقة الأروع 103 مليون يورو، ولكن مفجرين الدنيا. وبتنتهي المباراة بعد ولادة قيصرية لريال مدريد قدام سيلتا فيجو بنتيجة 1-0، ولكن اتكلمنا على نواقص ريال مدريد، لازم سنتر فيرود لريال مدريد في المقام الأول كلاس A في خلال 3 أو 4 أيام، غير كده أنشيلوتي أنا أول مرة في حياتي أشوف أنشيلوتي وش أحمر ومتنرفز. أنشيلوتي ده طول عمرنا بنقول عليه بارد تلاجة، قاعد بياكل في البان بيهدي نفسه، امبارح كلب بتاع نص طن البان لوحده يعني، فالراجل بصراحة ربنا يكون في عونه من غير مهاجم. ولازم بيريز يتحرك بأقصى سرعة، وإدارة تعاقدات ريال مدريد لازم تتحرك بأقصى سرعة. ومن لاليجا الدوري الأسباني للكالشيو الدوري الإيطالي اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي، تعالوا نسرد كده شوية المباريات اللي اتلعبت. اي سي ميلان حتى الآن مباراتين باتنين فوز 6 بوينت، فاز على بولونيا 2-0 وفاز على تورينو 4-1. يوفنتوس لعب ماتش واحد حتى الآن مع أودينيزي كسب 3-0. انتر ميلان كسب مونزا 2-0. نابولي كسب فريسينوني 3-1. وروما بادئ الكالتشو متعسر، تعادل في اول مباراة ثم هزيمة من هالاس فيرونا 2-1. ومن الكالتشو الايطالي للدوري السعودي اللي زي ما قلنا فرض نفسه علينا بارقامه وبنجومه، وعايز اقول ان الدوري السعودي هو متقسم 3 اقسام تقريبا في وجهة نظري، قسم قوي جدا وقسم فيه يعني لعيبة سوبر ستارز واقل فرقة بتكسب 3 و4، قسم الناحية التانية بيحاول ان هو يعني يخبط في بعضه أندية متواضعة ويحاولوا ان هم يوقفوا الانديه الكبيره اللي يقدر يخطف له بوينت، يقدر اللي ما يقدرش خلاص. والقسم الثالث هو نادي النصر السعودي. نادي النصر السعودي عنده كميه نجوم، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، بروزوفيتش، فوفانا، تيليسكا، أليكس تيلس، يعني طبعا مدجج بالنجوم، ولكن حتى الان تقريبا مش عارف بقى نظريه تشيلسي ولا فلوسه حرام ولا ايه الدنيا، ما حدش فاهم بصراحه نادي النصر. ولكن تعالوا نبدا بنادي النصر اللي لعب حتى الان 3 مباريات في الدوري السعودي، خسر من الاتفاق 2-1 وخسر من التعاون السعودي 2-0 وانفجر قدام الفتح السعودي وكسب 5-0 في مباراة تألق فيها كريستيانو رونالدو أحرز هاتريك. الاتحاد السعودي حتى الآن العلامة كاملة، كسب الرياض 3-0 والطاي 2-0 والرياض 4-0. طبعا مش متعودين على أسامي الأندية السعودية، ولكن يعني شوية بشوية هنتعود. الهلال السعودي كسب أبها 3-1، اتعادل مع الفيحة 1-1 وكسب الرياض 4-0. أما الأهلي السعودي أو أهلي جدة كسب طبعا العلامة الكاملة، كسب الحزم 3-1 وكسب الخليج 3-1 قبل وصول محمد شريف لاعب النادي الأهلي،
وكسب الأخدود 1-0، وطبعا في انتظار تحليل مباريات الجولة الثالثة من البريمير ليج الدوري الإنجليزي، بانتظار طبعا مباراة ليفربول ونيوكاسل، وهنتكلم طبعا على مباراة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست اللي خلصت 3-2 بشق الأنفس بعد ولادة متعثرة، وأرسنال تعادل 2-2 مع فولهام، والدوري الإنجليزي مولع. استنوا الحلقة بعد ماتش ليفربول ونيوكاسل. وإلى هنا تنتهي حلقتنا. لو عجبك الفيديو والمحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي رأيك في الكومنتات، وانتظروني في حلقة جديدة. كان معاكم كريم علاء، أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.